We came to Enoch looking for hope. A fresh start on an untouched planet. Then, we found the signal. So we set out to discover its source. That was our first encounter with the anomaly. When the storm struck, the Outriders were forced back into cryosleep. 30 years later, when we finally woke, the world had changed. But so had we. The signal is still out there. And at its source, a chance to find answers. To start again. مرحبا بكم مجددا في أوترادرز برودكاست. هذا هو برنامجكم الشهري المتخصص عن لعبة الار بي جي التصويب التعاونية. في الشهر الماضي ألقينا نظرة على قانون اللعبة، واجهة المستخدم والورد تير. واستعرضنا لكم مناطق جديدة من اللعبة، وأيضا شرحنا لكم كل شيء عن كلاسة تريكستر. اليوم راح أركز أكثر على القصة. أحداث اللعبة أبتدأ في كوكب إنوك مع مجموعة شخصيات اللي تبدأ بحثها عن مصدر الإشارة. القصة عامل جدا مهم في أوترايدرز، وبتجهدون ساعة ونصف من المشاهد السينمائية ببطولة شخصيتك. بالإضافة إلى ساعتين من المشاهد السينمائية مرتبطة بالمهام الجانبية والقصص اللي بتعزز القصة الأساسية. لكن كيف كل هذه العوامل ترتبط بعضها البعض؟ وكيف ننتقل بعالم اللعبة؟ إذن خلونا نشوف كيف راح نسوي كل هذه الأمور. لعبة أوترايدرز ضخمة من ناحية طول اللعبة إلى عدد الساعات اللي راح تقضيها باللعبة والمسافات الطويلة اللي راح تقطعها خلال أحداث اللعبة. اليوم احنا متحمسين في استعراض لكم المزيد من هذه الرحلة وهيكلتها، من كيف راح تتحرك في اللعبة إلى ميزاتها وأنظمتها وطريقة ربط هذه العناصر كلها بالقصة. في الاستعراض السابق شفنا المدينة الأولى، وهي المنطقة الأولى اللي استقروا فيها سكان الأرض. كل شيء يخص هذه الجزئية من اللعبة كان هذا موقعها على الخريطة. المدينة الأولى تقع في الجزئية الأكبر المناطق المستعمرة في كوكب إنوك، مثل ما هو واضح أمامكم. في هذه المنطقة البشر صنعوا حياة بأفضل طريقة يقدرون عليها، بحيث بنوا مدن، حصون، مصانع ومناجم حتى يعيشوا. ومن هنا صحوا الأوترايدرز من سباتهم، وراح تعيش اللحظات الأولى من اللعبة اللي راح تشوف فيها البشرية في وضع مزري. بنوا البشر دائما يواجهون صعوبات من الهروب من هذا الكوكب، وهذا بسبب العصير وزحف الوحوش عليهم اللي خلاهم يعيشون كأنهم في العصور الوسطى. مثل ما تشوفون كوكب إنوك ضخم، وكونك أوترايدر فأنت واحد من الأقلية من البشر اللي يقدرون يتركون المستعمرات البشرية، وراح تغامر حول هذا الكوكب العنيف. لكن كيف راح تغامر؟ اللعبة تعطيك بنية في مناطق عامة سكنية مثلها مثل المقر، وبتكون مرتبطة بمناطق قتال مختلفة ومناطق تقدر تتمشى فيها على راحتك. مهمات القصة راح تدفعك حتى تتقدم بالقصة، وخلال تقدمك راح تواجه مهمات جانبية عديدة ومحتوى إضافي تكتشفه لوحدك. مرات تكون بالطريق الأساسي، ومرات تحصلها بالطرق الجانبية في كل منطقة. كل المهمات الجانبية راح تكون موزونة حول مستواك، وهذا يعني حتى المهمات الجانبية اللي سحبت عليها في بداية اللعبة راح تقدر تلعبها في وقت ثاني، ومع ذلك راح تكتسب منها غنائم مناسبة لمستواك. ونحن نقول لكم أن المهمات الجانبية عندنا شيء مهم جدا، وما راح تكون بس في نفس المناطق اللي مريت عليها بمهمات القصة الأساسية، ولا راح تشوفها إلا عن طريق هذه المهمات الجانبية. خلونا ننتقل الآن إلى منطقة إيجل بيكس اللي فيها الجبال الثلجية، واللي راح ناخذ فيها مهمة جانبية. Is this your whole company? There used to be more of us. Something happens to the men up in these hills. We hear voices.
Some leave and don't come back. Same for anyone who goes looking for them. But maybe an altered could have more luck in finding them. Could you lend a hand? All right, let's play detective. If I was a missing soldier wandering off into the night hearing voices, where would I go? Come on! Oh, come on! Don't do this! I just came looking for my friend! He belongs here now! We all do! Today, the storm welcomes an apostate into its loving embrace! الواضح لنا الآن هو جنودنا المفقودين تم تضحيتهم، والآن لازم نروح نتكلم مع رئيس هذه العصابة الغريبة. We need to have some words with this deadly cult and its leader. ECA! راح نعطيكم فقط جزئية بسيطة من هذه المغامرة الجانبية، لأن راح تأخذ منك وقت طويل حتى توصل لرئيس العصابة، وحبينا برضو نغبي عنكم بعض المفاجآت الرهيبة. لكن الآن جاء الوقت القتال الرهيب مع رئيس العصابة. Seems you had yourself a little cult brewing up here. I don't know, this place seems to make people flip their fucking lids. بعد ما تخلص المهمة الجانبية راح تقدر تختار درع أو سلاح جديد كمكافأة. الآن خلونا نتكلم أكثر عن المقرات. في هذه المقرات تقدر تشوف الحياة على كوكب إنوك. هنا تقدر تروح المحلات وتبيع وتشتري الدروع والأسلحة، أو تروح لمناطق التجمعات اللي تقدر تختلط فيه شخصيات اللعبة وتأخذ بعض المهمات الجانبية. What exactly is your business? Certain mercenary services. صعب علينا بأن نوريكم هذه الأشياء بدون ما نحرق عليكم القصة، لكن قراراتك في اللي تسويها وأنت تقدم في أحداث اللعبة بتغير من العالم والطريقة اللي يتفاعلون معك فيها الشخصيات. وعلى حسب هذه القرارات أيضاً راح تظهر لك مهمات جانبية جديدة. أني بعض المهمات مثل اللي تطلب منك تتخلص من شخص معين أو وحش معين، وبتشوف باقي الشخصيات في عالم اللعبة يحترمونك ويكافئونك. وإذا كنت مهتم في مهمات صيد وقتل وحوش فانتظر فيديوهاتنا القادمة اللي راح توضح هذه النقطة أكثر. أحد أهم النقاط في هابس هم أوترايدرز تراك اللي راح يتوسعون أكثر كل ما تقدمت في القصة. وشغلة أوترايدرز تراك هي أنها تنقلك من مكان إلى ثاني في عالم اللعبة، وبنفس الوقت كأنها هاب مصغر ومتحرك، وراح تحصل فيه المحلات والكرافتينج. طبعاً أنت ما راح تتحكم بهذه الشاحنة اللي كأنها مدينة صغيرة، بينما السواق حقك جيكوب هو اللي راح يسوقها، وراح نتكلم عنه وعن هذه الشاحنة أكثر في فيديوهاتنا القادمة. طبعاً يمديك تعدل وتغير في شكل شاحنتك. الآن خلونا نلقي نظرة عن أعضاء فرقة شاحنتك. هنا نقدر نشوف جيكوب وهو السواق المسؤول عن تعديل الشاحنة. جيكوب كان معك في بداية اللعبة قبل 30 سنة، وكان شخص مرح ومتحمس للعيش في كوكب جديد، لكن السنين ورثه شيء ثاني.
هذا هو زاهدي، هو واحد من القلية اللي عنده خلفية علمية ويحاول بإنقاذ البشرية من الورطة اللي هم على يقين فيها. تقدر تكلم زاهدي حتى تسوي كرافتنج أو تعدل على أسلحتك، وراح نتكلم بخصوص هذه المواضيع في الحلقة القادمة. وأخيرا عندنا بيلي اللي صار جزء من الفريق بسبب نصيحة كوريك رئيس مدينة ترينش، وهو الشخص اللي يسمح لك بالتنقل من مكان إلى آخر في اللعبة. وبيلي تكره أن جزء من الفريق بقدر ما أنت تكرهها، وشغلتها هي بياع الأسلحة والدروع المميزة. هذا غير تواجد ستاش اللي تقدر تحفظ فيه دروعك وأسلحتك، وبرضه في هذا الستاش تقدر تنقل أدواتك بين الكلاسات الثانية اللي موجودة عندك. حول هذا السرير تقدر في أي وقت تعدل على شكل شخصيتك، وهذا هو المكان اللي تقدر تسوي فيه الماتش ميكينج والدور عن اللاعبين ينضمون لك. والآن راح نوريكم وش فيه خارج مكان الاستراحة المتنقلة ونستكشف العالم. Hey, you remember my tunes I used to play? Like it was yesterday. I can still remember some of them. Please stop, Jakob. Please. I'm serious. Yeah, Jakob, I'm disconnecting. وهذه كانت نظرتكم على الرحلة والبنية. إن شاء الله هذا الشرح وضح لكم نقاط مختلفة عن اللعبة. والآن خلونا ننتقل إلى شيء ثاني، حتى نقدر نعكس الحياة في كوكب إينوك. هذا يعتمد على أكثر من القصة والجرافيكس. أحد أهم العوامل اللي راح تدخلك في جو أوترايدرز هي الموسيقى. وإحنا متحمسين لنكتشف لكم بأن ملحن أوترايدرز هو إينون زور، وهو شخص معروف في تلحين العديد من الألعاب مشهورة. A formidable name in the world of game music with some huge titles and epic scores under his belt. وحتى تكون الألحان فخمة، فإينون عزفها مع فرقة أوركسترا في مدينة بودابست السنة الماضية، وإحنا كنا هناك وتكلمنا معه بخصوص تلحين أوترايدرز. زرنا اليوم استوديو تومتوم في مدينة بودابست الجميلة لتسجيل سيمفونية بودابست لمشروع أوترايدرز، وهو عبارة عن عنوان جديد كليا. هذه تجربة فريدة من نوعها بالنسبة لي، ومع خبرتي في أوركسترا وطريقة الدمج بين الأصوات الإلكترونية والواقعية وأحيانا أصوات المونتاج. هذه العناصر الثلاثة تصنع نطاق صوتي خيالي وجميل ومناسب لهذه اللعبة، وقدرنا نصنع حاجة جدا فريدة من نوعها. أينون يعتبر واحد من أفضل الملحنين في مجال صناعة الألعاب، ورجل جدا مشغول بمشاريع مختلفة، وكان من حسن حظنا أنه قررنا يعمل مع فريقنا في تطوير اللعبة. أنا تجذبني القصص بشكل عام، وهذه اللعبة بالذات فيها قصة مثيرة للاهتمام، وفي الحقيقة القصة هي اللي دفعت إلى تلحين الموسيقى الخاصة في اللعبة. وفرقة أوركسترا هم الأفضل في العالم. في مجموعة من الناس يخبرونك بالقصة ويضيفون أصواتهم فيها، وهذا يجعل متعة في العمل معهم.
اللعبة تعتبر تجربة متكاملة والموسيقى تكون موجودة لنقل أحاسيس فيها وجعل اللاعب جزء من تجربة في استكشاف اللعبة. أمل الكبير أن الموسيقى تخدم كبعد رابع أو بعد مشاعر، وهدفنا نخلي اللاعب يحس أنه في اللعبة ويستشعر الموسيقى مو فقط يلاحظها. وهذا هو سر نجاح المقطوعة الموسيقية الممتازة. Outriders كان تجربة فريدة من نوعها بالنسبة لي، وأنا سعيد أني عملت مع أشخاص في People Can Fly في هذا المشروع الرائع. وخذنا وقت كافي في تطوير الموسيقى الخاصة فينا. وقدرنا نضع بصمتنا الخاصة فيها وتشوق للاعبين أنهم يكتشفونها بنفسهم ويستمتعون. الفقرة الجاية راح تكون فقرة تحت الأضواء وراح نتكلم فيها عن الكلاس الثاني من أصل أربعة في اللعبة، وهذا هو البايرومانسر. مرحبا فيكم فقرة تحت الأضواء. هذه الفقرة عبارة عن مجموعة فيديوهات نستعرض عناصر معينة عن اللعبة، واليوم راح نركز أكثر على كلاس البايرومانسر. As pyromancers, we manipulate explosive volcanic energy and devastating walls of flames. هذا الكلاس مصمم للاعبين اللي يحبون يقتلون مجموعة كبيرة من الأعداء بنفس الوقت. البايرومانسر ممتازين بالقتال ذو المدى المتوسط، وما عندهم حركات يخليهم يدخلون في القتال ويخرجوا منه بشكل سريع مثل كلاس الكريكستر. لكن كثير من قدراتهم الخاصة لها تأثير على منطقة واسعة. الأساسيات: البايرومانسر عندهم ثلاث قدرات أساسية، وهذه القدرات هي المتفجرات، إيقاف حركة الأعداء، والإشعال. هذا الكلاس قدراته مرتبطة بشكل رئيسي بالنار والحرارة، مثل ما تلاحظون بالضربات الجسدية لهذا الكلاس، هذه الضربات الجسدية تترك تأثير ناري على أعدائك. العلاج: حتى أفضل المقاتلين يتضررون مع الوقت، عشان كذا لازم تعرف كيف تقدر تستعمل قدرات البايرومانسر. مثل الكلاسات الأخرى ما في طريقة سريعة تقدر تعالج فيها نفسك، وعشان كذا لازم تكون عنيف في لعبك حتى تقدر تعالج نفسك. بكلاس البايرومانسر راح تقدر تعالج نفسك إذا قتلت الأعداء اللي عليهم علامتك بعد استعمالك أحد قواك عليهم، وهذه العلامة راح تكون موجودة لوقت معين. هذا يعني أنك تقدر تعالج نفسك بشكل دائم لما تكون هجومي بشكل مستمر وتحرص أنك تقتل هالأعداء. القوة: خلونا نلقي نظرة على قوة كلاس البايرومانسر. كل كلاس بيكون له ثمان أنواع مختلفة من القوة. الكثير من قوة البايرومانسر توقف من حركة الأعداء، وبنفس الوقت تعطي تأثير النار اللي راح تنقص من طاقة العدو. والآن راح نشوف أربعة من قوة البايرومانسر. ثيرمال بومب: هذه القنبلة راح تخلي الأعداء يشتعلوا من النار، وراح تترك تأثير ناري على العدو ينقص من طاقته. وإذا مات العدو من هذه القنبلة راح يحلق في الهواء وينفجر بشكل دموي، وهذا الانفجار راح يضر الأعداء اللي حوله. وإذا بدأ تأثير القنبلة على العدو أو أحد أوترايدرز الثانيين قتله، الانفجار راح يصير وراح يضر الأعداء الباقين.
them out to. You don't have to be the one to land the killing blow either. You can tag an enemy and have a fellow Outrider kill them, which will still trigger the thermal bomb going off. Teamwork. Power 2. Ash Blast. لما تفعل هذه القوة راح تنشر رماد في منطقة واسعة، ويعد داخل هذه المنطقة راح يتغطى جسمه بالرماد ويتوقف الحركة لفترة معينة. هذه القوة تفيدك كثير لو حبيت توقف حركة مجموعة كبيرة من الأعداء وتقدر تستعملها مع قوة ثانية حتى تخلص من الأعداء بشكل جدا سريع. وتقدر تستعملها بشكل هجومي حتى توقف من هروب بعض الأعداء منك. بما أنهم واقفين ما يقدرون يتحركون، تقدر تصوب على رأس كل عدو وتتخلص منه بسرعة. نيجي الآن لاستعمال الدفاعي لهذه القوة. لما يضغطون عليك مجموعة كبيرة من الأعداء تقدر توقفهم باستعمال الأش بلاست حتى تبعد عنهم وتلقى مكان آمن تقدر تتخبى فيه وتصوب منهم عليه. هيت ويف. هذه أحد أول القدرات اللي راح تكسبها بما أن هذا الكلاس جيد للقتال في مدى متوسط. هذه القوة تحرك الأعداء اللي قدامك وتساعدك في المحافظة على المسافة الأنسب لهذا الكلاس. وطبعا راح يكون على العدو تأثير ناري بعد ما تفعلها عليهم، وإذا ماتوا متأثرين من النار فشخصيتك راح تتعالج. Overheat. Overheat تسوي تأثير بنطاق واسع لكنه ضعيف على الأعداء، بس إذا عدو كان محترق فتأثير Overheat راح يتضاعف. ومثل الهيت ويف راح تترك تأثير ناري. مثل ما ذكرنا من قبل لسه باقي 4 قوة إضافية راح نتكلم عنهم في المستقبل. Power Combo. استخدام القوة المختلفة لوحدها شيء جيد، لكن تخلطها مع القوة الأخرى هنا أو ترايدرز يبرزون. لما تستعمل قوة الهيت ويف وتخليهم ينحرقون بعدها Overheat، فهذا يضعف من تأثير ضربة الOverheat. بينما الثيرمال بومب بيكون تأثيره على عدو واحد وتتركه محترق، بس يمديك تفعل Overheat عليه حتى تضعف من تأثير الضربة. برضو تقدر تخلط بين الهيت ويف حتى تحرق الأعداء، وبعدين تثبتهم بقوة الأش بلاست، وبعدين تفجرهم عن طريق استعمال الثيرمال بوم، وبكذا قضيت على مجموعة من الأعداء وعالجت نفسك بنفس الوقت. هذا فقط جزء صغير من الطرق المختلفة اللي تقدر تخلط فيها قواك حتى تقدر تطلع بأفضل طريقة لك في لعب Outriders. التعديل. كل كلاس له شجرة قدرات، وعندك نقاط الكلاس اللي تقدر تفعل القدرات فيها على راحتك، وراح تكتسب نقاط الكلاس كل مرة يرتفع مستواك. طبعا ما تقدر تفعل كل القدرات، لكن يمديك تخلي بعض خطوات حتى تقدر تجرب قدرات ثانية. البايرومانسر له 3 فروع رئيسية وهم الأش بريكر، الفاير ستورم، وأخيرا التمبس. The Ashbreaker
فرع الأش بريكر بشكل عام بيضيف ضرر إضافي على الأعداء المتأثرين بالنار حقتك. فرع الفاير ستورم يركز أكثر على رفع ضرر مهاراتك. أما فرع تيمبست راح يركز أكثر على رفع نسبة العلاج اللي تأخذه، وبنفس الوقت يقلل من قوة بعض الضربات الأعداء. واحد أفضل مهارات في هذا الفرع هي المهارة اللي ترجعك للحياة مباشرة لما تموت. بالإضافة للأدوات اللي تستعملها راح يكون لها تأثير على المهارات اللي بتستخدمها، مثل كونها تقلل من الوقت اللي يسمح لك في استخدام مهارة معينة من جديد. وفي الفيديوهات القادمة راح نعرض لكم بشكل مفصل عن الأدوات والأسلحة اللي راح تستعملونها باللعبة. Subscribe and hit the notification bell for videos that are hot off the press. We hope you got fired up exploring the sizzling skills of the Pyromancer, and we'll see you next time. We are fast approaching the end of broadcast. إذن قربنا نوصل نهاية البرودكاست الثاني للعبة أوترايدرز، لكن قبل ما نختم نحب نجاوب بعض أسئلة اللي وصلتنا من الجمهور. We put a call out for questions all across our Outriders social media channels. If you're not following us, by the way, you should be. And we gathered your burning questions about the game. And now we're going to answer them. So, Robbie, take it away. Thanks, Lucy, and thanks to everyone for sending in their questions. Be sure to keep using the hashtag Outriders on social media. Let's jump into some questions from the community this month. السؤال الأول، هل اللعبة بتدعم طور البي في بي؟ لا، في أوترايدرز حبينا نركز فقط في صنع تجربة لعبة تصويب وار بي جي تعاونية. السؤال الثاني، كم هي مدة أوترايدرز؟ هذا يرجع لك، لو تركز بس على القصة وكلاس واحد هذا بياخذ منك حوالي 25 إلى 30 ساعة، وإذا كنت بتلعب أغلب المهام الجانبية والمحتوى المتوفر بعد القصة فهذا يأخذ منك 3 أضعاف الوقت من القصة الأساسية. السؤال الثالث، هل يقدر يكون عندي أكثر من شخصية أو كلاس على نفس الحساب؟ إذا نعم فهل أحتاج ألعب القصة فيهم كلهم حتى أرفع مستوياتهم؟ وهل الأغراض اللي أكتسبها بكلاس واحد مرتبطة فيه ولا أقدر أنقلها بين كلاس وكلاس؟ كل لاعب يقدر يسوي 6 شخصيات، وكل واحد منهم يقدر يكون منه أي كلاس تبي، بيكون عندك مخزن تقدر تشارك فيه أسلحتك من بين كل الشخصيات. السؤال الرابع، هل في شيء مشابه للعالم مفتوح أو مناطق ضخمة الواحد يقدر يتحرك فيها على راحته، ولا لعبة بس مهمات طول الوقت؟ طبعا اللعبة مو بلعبة عالم مفتوح، لكن أوترايدرز فيها مناطق مفتوحة لك وطرق متشعبة تقدر تستكشفها على راحتك. Not only will you be rewarded with gear, opportunities to hunt down special enemies and challenging combat encounters, but you'll also uncover the mysteries of Enoch. السؤال الخامس، هل راح نشوف بيتا للعبة؟ وإيش وضع المحتوى بعد نهاية القصة؟ وهل راح تدعم اللعبة المشترك؟ كل هذه الأسئلة ضخمة وتتطلب أجوبة أضخم، لكن وعدكم بأننا راح نجاوب عليها كلها قبل ما تصدر اللعبة. عشان كذا خليكم حريصين في متابعة باقي فيديوهاتنا اللي راح نكشف فيها عمق لعبة أوترايدرز. We're not just trying to sell you the game on just promises, we're going to show you exactly what you're going to get. So make sure you continue to tune in to future broadcasts as we continue to unveil the depth of Outriders. استمروا بإرسال أسئلتكم على شبكات التواصل واستخدموا الهاشتاغ هاشتاغ أوترايدرز. Thank you for that, Robbie. We will be putting a call out for questions for the next broadcast very soon. So make sure you like, subscribe, follow us on all the social media channels, and let us know what you want to know. Because at the end of the day, that is what we're here for. We are here to answer your questions. I say we, I mean just Robbie. وبكذا تكون انتهت الحلقة الثانية من برودكاست أوترايدرز. في الحلقة القادمة راح نتكلم عن وش معنى انك تعود الحياة بشكل معدل،
وبنشوف برضو رحلة أوترايدرز من كونهم بشر إلى شيء مختلف تماماً. وراح نتعمق أكثر في الأدوات اللي راح تكسبها في اللعبة والكرافتينج، بنوضح تفاصيل أكثر عن الكلاس الديفستيتر. نقول لكم الآن إلى اللقاء ونراكم في الحلقة القادمة.